على هامش القمة الأمريكية الأفريقية بواشنطن، الرئيس السيسي يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي ورئيس البنك الدولي. الرئيس السيسي يشكر الجالية المصرية بالولايات المتحدة ويؤكد أن مصر تعمل لدعم أبنائها في الداخل والخارج. تونس تنتخب غدا برلمانها وتقترب من آخر خطواتها في مسار خارطة الطريق. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقمة الأمريكية الأفريقية التي عقدت بالعاصمة الأمريكية واشنطن على مدى 3 أيام. وشهدت زيارة الرئيس السيسي لواشنطن عقد العديد من اللقاءات مع كبار السياسيين وصناع القرار ومجتمع رجال الأعمال الأمريكي. شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات القمة الأمريكية الأفريقية في العاصمة الأمريكية واشنطن. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن السيد الرئيس شدد خلال أعمال القمة على الموضوعات التي تهم الدول الأفريقية في ظل التحديات العالمية القائمة، وتعزيز الشراكة الأفريقية الأمريكية لمواجهة أزمة الأمن الغذائي وتيسير اندماج الدول الأفريقية في الاقتصاد العالمي. وأضاف المتحدث الرسمي أن برنامج زيارة السيد الرئيس تضمنت عقد لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين، واستقبله وزير الدفاع الأمريكي السيد لويد أوستن بمقر البنتاغون في واشنطن. كما التقى السيد أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي. والتقى مع عدد من القيادات الجمهورية بمجلس النواب الأمريكي. وكذا أعضاء تجمع أصدقاء مصر في الكونغرس الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي. وكذلك عدد من قادة المنظمات اليهودية الأمريكية. كما التقى السيد الرئيس رئيس المجلس الرئاسي الليبي السيد محمد المنيفي والسناتور لينسي جراهام عضو مجلس الشيوخ الأمريكي. كما عقد السيد الرئيس لقاء مع نخبة من مجتمع رجال الأعمال الأمريكي لبحث سبل دفع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين. والسيد ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي. وكذا السيد جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي. وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على نحو يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين. اختتم الرئيس السيسي لقاءاته بالعاصمة الأمريكية واشنطن باستقبال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس. كما استقبل الرئيس السيسي بمقر إقامته في واشنطن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان. اختتم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارته للعاصمة الأمريكية واشنطن بمقابلة ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي.
المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي صرح بأن اللقاء تناول تعزيز التعاون بين مصر والبنك الدولي في إطار دعم الجهود التنموية للدولة، وكذلك الأهمية التي توليها مصر لتطوير علاقاتها مع مجموعة البنك الدولي بوجه عام، باعتباره أحد أهم شركاء مصر في التنمية واتساع التعاون بين الجانبين. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي. اللقاء شهد التوافق والتأكيد على عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، مع التأكيد على أهمية تكثيف التعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين تجاه مختلف الموضوعات والملفات الدولية. توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشكر الصادق على ما أبدته الجالية المصرية العظيمة بالولايات المتحدة الأمريكية من حفاوة في الاستقبال لسيادته وطوال فترة إقامته هناك. وفي تدويدة له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أكد الرئيس السيسي أن مصر قيادة وحكومة دائما وأبدا تعمل لدعم أبنائها في الداخل والخارج، وأنها لن تدخر جهدا في خدمة الشعب المصري العظيم. تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تمتد حتى نهاية الشهر الجاري لتوفير كافة أنواع السلع بتخفيضات تصل إلى 60%، وذلك تخفيفا عن كاهل المواطنين. كما تشارك منظومة أمان بطرح السلع عبر منافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية بتخفيضات كبيرة حتى نهاية العام. فعاليات مبادرة كلنا واحد مستمرة للتخفيف عن كاهل المواطنين حتى نهاية الشهر الجاري. فالمرحلة 23 من المبادرة التي أطلقتها وزارة الداخلية برعاية رئيس الجمهورية تهدف إلى توفير كافة أنواع السلع بتخفيضات تصل إلى 60% في السلاسل التجارية المشاركة فيها والشوادر على مستوى الجمهورية. الشوادر موجود فيها كل حاجة، كل المستلزمات، من أدوات مدرسية، من سلع أساسية، من أجهزة كهربائية، فيعني تقريبا كل اللي هيحتاجه المواطن هيبقى موجود. أنا جيت هنا المبادرة كلنا واحد جميلة جدا، وجيت فيها تلاقي السكر والرز بكميات كتيرة والزيت، والأسعار كويسة جدا عن الأسعار بره بكتير. هذه المرحلة تشهد مشاركة واسعة من كبرى السلاسل التجارية بأفرعها التي يصل عددها إلى 1051 فرعاً على مستوى الجمهورية، فضلاً عن 4 شوادر أقامتها الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع كبار الموردين والتجار، وهو ما يسهم في إتاحة وفرة كبيرة من المعروض من السلع بالتخفيضات المعلنة وبجودة عالية أشاد بها المواطنون. وجميع المنافذ والسلاسل التجارية موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. بنوفر كل السلع الاستراتيجية اللي موجودة من زيت وسكر ورز، وسعداء ان احنا بنشترك في المبادرة دي، وبنعرض جميع المنتجات وكميات كبيرة جدا لكل المواطنين. اي حد عايز اي بضاعة باي كمية هيلاقيها في مبادرة كلنا واحد بتخفيضات تصل ل 60%. كل السلع متوفرة وكل الحاجة موجودة، وكل واحد بياخد اللي هو يكفيه زيادة كمان. الناس بتتكلم على الرز والسكر والحاجات دي كلها، ولقيتها متوفرة بكميات وباسعار منخفضة جدا. الحمد لله كله متوفر، الزيت والشاي والرز والسكر والدقيق برضو. لقيت ان الحاجات هنا متوفرة بكميات كبيرة وسلع كويسة جدا، وانا حابه اشكر جدا سياده الرئيس ووزاره الداخليه على كل الحاجات المتوفره لينا دي. ولمزيد من تحقيق استفاده كبيره للمواطنين من تخفيضات كلنا واحد، وجهت الوزاره سيارات محمله بسلع غذائيه متنوعه لبيعها للمواطنين بالميادين والشوارع والمناطق الاكثر احتياجا باسعار مخفضه. مصر الكبيره في كل ود وكل عصر، والكل عارف ان مصر. أنا كنت معدي في الشارع صدفة كده، لقيت عربيات مبادرة كلنا واحد فيها زيت وسكر ومكرونة وسمنة ولحمة،
واسعار احسن من بره كتير يعني، وبدله كلنا واحد، موفره كل السلع موجوده في كل مكان وكل حاجه متوفره، والزيت ب21 جنيه والحاجات كتيره والحاجات متوفره كده. المبادره دي كويسه جدا 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 وكده يعتبر الاسعار نزلت. بينما تواصل منظومة أمان توفير السلع الغذائية عبر 1026 منفذا ثابتا ومتحركا تابعة لها على مستوى الجمهورية بتخفيضات كبيرة حتى نهاية العام، إسهاما منها في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية. وجميع منافذ منظومة أمان موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. لو تحتاجينا بتلاقينا دايما هنا شرطة وشعب مصر الكبير. كما تقوم منظومة أمان بتوفير سلع غذائية بأسعار رمزية للمواطنين بالمناطق الحضرية الجديدة والأشد احتياجا. شعب وقيادة وشرطة احنا وكل فرد، حبك علينا بلدي فرد وهنبقى جنبك للنهاية. كلنا واحد هي الترجمة الواقعية لمعنى تحقيق التكافل مع المواطنين، وهي انعكاس للرغبة الحقيقية لوزارة الداخلية في دعم ومساندة الأسر المصرية وتخفيف الأعباء عنهم مهما كانت التحديات والمتغيرات. هكذا تتواصل فعاليات المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد مع مد فعالياتها حتى نهاية الشهر الجاري. المبادرة التي أطلقتها وزارة الداخلية تحت رعاية رئيس الجمهورية تهدف للتخفيف عن كاهل الأسر المصرية في ظل تداعيات دولية تؤثر على أسعار السلع المختلفة. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 729 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 796 طن مواد غذائية وغير غذائية. ففي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 70 طنا، كما تم ضبط أكثر من 663 طنا في مجال حجب الأرز الشعير والأبيض والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض. وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط أكثر من 53 طنا. أما في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء فتم ضبط 10 أطنان أسمنت. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 958 قضية، من بينها 192 قضية خبز ناقص الوزن و200 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. أكد سامح شكري وزير الخارجية رئيس الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ أن ما تحقق خلال مؤتمر COP27 يبرهن على جدوى وفاعلية العمل متعدد الأطراف. وفي كلمة مسجلة خلال الجلسة الخاصة بالعمل المناخي للمؤتمر الوزاري لمجموعة 77 والصين المنعقد في نيويورك، أوضح شكري أن الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 حرصت على خروجه بنتائج ملموسة ومتوازنة بالرغم مما يشهده السياق الدولي الحالي من تحديات جمة على العديد من المستويات، وعلى رأسها التوترات الجيوسياسية وأزمتي الطاقة والغذاء العالميتين فضلا عن تداعيات جائحة كورونا. هذا استعرض شكري خلال كلمته ما تمخض عنه مؤتمر COP27 من نتائج ومخرجات تعزز من عمل المناخ الدولي، وعلى رأسها خطة شرم الشيخ لتنفيذ تعهدات المناخ فضلا عن إنشاء صندوق لتمويل الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ، وذلك للمرة الأولى، إلى جانب تعزيز الجهود الدولية للتكيف مع تغير المناخ. وإلى تونس، حيث أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر توافر المقاومات للنجاح في حيث للانتخابات التشريعية التي تجرى غدا السبت داخل الأراضي التونسية. ويأتي ذلك في ظل حالة من الوعي يعيشها الشعب التونسي وحرصه على ممارسة حقه الانتخابي.
نحو انتخابات تشريعية ترسم ملامح برلمان الجمهورية الجديدة، تسير تونس في الخطوة الأخيرة من محطات خارطة الطريق نحو المستقبل. فالتونسيون يشاركون في الانتخابات البرلمانية الرابعة منذ 2011 من أجل إرساء مشروع الرئيس قيس سعيد لبناء جمهورية جديدة بعد تعليق عمل البرلمان ثم حله وحل الحكومة وإجراء استفتاء على الدستور الجديد في 25 من يوليو الماضي. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت أن عدد الناخبين التونسيين بلغ 9 ملايين، وهو أكبر رقم مسجل منذ 2011 في انتخابات دعت التونسيين إلى الإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع لها لاختيار من يمثلهم في مجلس نواب الشعب الجديد. ولضمان شفافية العملية الانتخابية، انطلقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في العمل الدؤوب للتحضير للانتخابات التشريعية على جميع المحاور، ومنحت أكثر من 5000 بطاقة اعتماد لجمعيات ومنظمات ووسائل إعلام أجنبية ووطنية. وخلال العملية الانتخابية يتنافس 1058 مرشحا على 161 مقعدا بمجلس النواب في 161 دائرة انتخابية، من بينها 120 امرأة فقط، ليحل بديلا عن البرلمان الذي جمده الرئيس قيس سعيد للإفلات من منظومة كرست للفساد. ووفقا للقانون، فإن التصويت في الانتخابات التشريعية سيكون على الأفراد في دورة واحدة أو دورتين عند الاقتضاء، وذلك في دوائر انتخابية ذات مقعد واحد. كما أنه إذا تقدم إلى الانتخابات مترشح واحد في الدائرة الانتخابية فإنه يصرح بفوزه منذ الدور الأول مهما كان عدد الأصوات التي حصل عليها. أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي يانس ستولتنبرغ أن روسيا تستعد لحرب طويلة في أوكرانيا من خلال حشد المزيد من القوات والأسلحة والذخائر والاستعداد لتكبد خسائر كبيرة. وشدد ستولتنبرغ على ضرورة مواصلة الحلفاء في الناتو إمداد أوكرانيا بالأسلحة حتى يدرك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه عاجز عن الفوز في ساحة المعركة بحسب ستولتنبرغ. أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن موسكو ستنتهي قريبا من صياغة ردها النهائي على قرار الدول الغربية بوضع سقف لأسعار النفط. من جانبه قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكساندر غروشكو إن فرض عقوبات جديدة على روسيا يقوض مصالح الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن روسيا تعمل على اتخاذ إجراءات جديدة لحماية مصالحها الاقتصادية. عصا العقوبات الأوروبية تتحرك مرة أخرى. حزمة جديدة من العقوبات تهدف إلى تكثيف الضغط على روسيا بسبب عملياتها العسكرية الجارية في أوكرانيا، أقرها الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد أيام من المداولات خلال اجتماع لسفراء الكتلة المكونة من 27 دولة، إلا أنه لم يتم الكشف عن تفاصيلها حتى الآن. وكانت المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي قد اقترحت منذ أيام فرض حظر سفر وتجنيد أصول على حوالي 200 مسؤول وعسكري روسي آخرين في إطار جولة الإجراءات العقابية الجديدة. وشملت أهداف العقوبات الموصى بها وزراء في الحكومة ومشرعين وحكام مناطق وأحزاب سياسية. واشنطن حذت حذو الاتحاد وفرضت عقوبات مالية جديدة على فلاديمير بوتانين أحد أكبر الأثرياء الروس، حسبما أعلنت وزارتا الخزانة والخارجية الأمريكية. وتطال العقوبات في المقام الأول مصرف روس بنك الذي اشتراه بوتانين هذا العام ومؤسسات مالية أخرى. وبرسالة مفادها لا تأثير لعقوباتكم الغربية على موسكو، رد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤكدا أن الرهانات أخفقت على انهيار اقتصاد روسيا بسبب العقوبات، وأن الروبل تحول إلى إحدى أقوى العملات في العالم هذا العام، مشيرا إلى أن موسكو قد عمدت إلى زيادة إمدادات الغاز الطبيعي إلى 70 مليار متر مكعب.
وستعمل على توسيع تعاونها التجاري مع شركاء جدد بما يشمل زيادة صادراتها من الغاز إلى الصين بصورة كبيرة لمواجهة العقوبات الغربية. وفي الوقت الذي تواصل فيه الدول الغربية زيادة عزلة روسيا عن الأسواق العالمية، تتواصل العملية العسكرية في أوكرانيا دون رادع. قال متحدث باسم الإدارة العسكرية بالعاصمة الأوكرانية ميخائيل شابانوف إن الدفعات الجوية أسقطت 60 صاروخاً روسياً من أصل 76 صاروخاً قادماً من منطقة كييف. وأضاف المسؤول الأوكراني أن الهجوم الصاروخي هو واحد من الهجمات الروسية الكبرى، فيما ذكرت القوات المسلحة الأوكرانية أنها صدت هجمات روسية بالقرب من 22 مستوطنة في إقليمين خلال 24 ساعة الماضية، ومن بين ذلك عدة مناطق في لوهانسك. أعلنت شركة الكهرباء الأوكرانية حالة الطوارئ عبر البلاد جراء خسائر فادحة تكبدها نظام الطاقة بسبب القصف الصاروخي الروسي. وأوضحت شركة الكهرباء الأوكرانية أن الخسائر الناتجة عن القصف الروسي تقدر 50% من الطاقة المستهلكة. وكانت السلطات الأوكرانية قد أعلنت في وقت سابق عن انقطاع الكهرباء في مناطق عدة بسبب الهجمات الصاروخية الروسية على البنية التحتية، إلى جانب توقف حركة المترو في العاصمة كييف والقطارات في بعض المناطق شرق البلاد. قال مسؤول عسكري كوري جنوبي إن كوريا الشمالية أظهرت علامات على الاستعداد لعرض عسكري آخر في بيونغ يانغ على ما يبدو فيما يتعلق بجدول سياسي رئاسي للعام القادم. وذكرت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية أن بيونغ يانغ أجرت اختبارات على محرك يعمل بالوقود الصلب عالي الدفع يمكن أن يسمح بإطلاق أسرع للصواريخ البالستية. يبدو أن الجارة الشمالية المشاكسة في شبه الجزيرة الكورية ما زالت عازمة على تسريع وتيرة تطوير برامجها النووية والصاروخية في تحد واضح للغرب ولجارتها الجنوبية واليابان. فقد أجرت كوريا الشمالية اختبارا لمحرك وقود صلب عالي الدفع، قال خبراء إنه سيسمح بنقل أسهل وإطلاق أسرع للصواريخ البالستية. الاختبار الذي تم بإشراف الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون أجري في موقع سوهاي لإطلاق الأقمار الصناعية الذي يستخدم لاختبار تكنولوجيا الصواريخ بما يشمل محركاتها ومركبات الإطلاق الفضائية. كيم قال إنه يتوقع صنع سلاح استراتيجي آخر من نوع جديد في أقصر فترة زمنية، وذلك ردا على زيارة رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي لسول لإجراء محادثة. الكوريين الجنوبيين تعهد خلالها ببذل جهود شاملة لوقف برنامج كوريا الشمالية النووي. في السياق ذاته أجرت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مؤخرا في واشنطن مشاوراتهما السادسة بشأن السياسة الإلكترونية لبحث سبل تعزيز تعاونهما في مجال الأمن الإلكتروني وتعزيز أمن الفضاء الإلكتروني الدولي. وأعاد الطرفان تأكيد التزامهما بتعزيز التعاون الثنائي لمواجهة تهديدات كوريا الشمالية الإلكترونية، بما في ذلك الجهود التي تبذلها بيونغ يانغ لتوفير عائدات عبر الأنشطة الإلكترونية من أجل دعم برامج النظام غير المشروعة لأسلحة الدمار الشامل والصواريخ البالستية. هذا وما زالت كوريا الشمالية تواصل اختباراتها وتجاربها النووية رغم العقوبات الدولية ووسط ترقب محموم من كوريا الجنوبية وحلفائها الغربيين، لا سيما بعد اختبارها صاروخا باليستيا عابرا للقارات قادرا على الوصول إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة. أقرت الحكومة اليابانية مراجعة جذرية لسياساتها الدفاعية في محاولة للتصدي للنفوذ العسكري الصيني، ووصفت طوكيو النفوذ الصيني بأنه تحد استراتيجي غير مسبوق لأمن الأرخبيل. من جانبها أعلنت الصين عبر سفارتها في طوكيو أنها تعارض بشدة تحديث الوثائق الرئيسية المتعلقة بالدفاع الياباني. وقالت السفارة الصينية إن تحرك اليابان ينحرف بشكل خطير عن الحقائق الأساسية ويثير التوترات والمواجهة الإقليمية
الإقليمية. وفي السياق، صرح البيت الأبيض أن السياسة الدفاعية الجديدة لليابان ستعزز وتحدث التحالف العسكري مع الولايات المتحدة. هذا وتعتزم اليابان في إطار أكبر مراجعة لسياستها الدفاعية مضاعفة ميزانيتها الدفاعية السنوية برفعها من 1% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2% بحلول عام 2027 وتحديث قدراتها العسكرية. قتل 7 أشخاص في أكوتشو في جنوب بيرو خلال مواجهات بين جنود ومناصرين للرئيس المعزول بيدرو كاستيو، وذلك وفقا لما أعلنته السلطات الصحية المحلية. وقالت هيئة الصحة المحلية إن هذه المواجهات وقعت في نقاط مختلفة من المدينة، وأدى اشتباكات قرب مطار أياكوتشو إلى مقتل شخصين. وأعلنت المحكمة العليا في بيرو أن الرئيس الموقوف بتهمة التمرد بعد محاولته حل البرلمان سيظل رهن الحبس الاحتياطي لمدة 18 شهرا. قتل 88 عنصرا إرهابيا من تنظيم القاعدة الإرهابي خلال عملية للجيش الصومالي بالتعاون مع الشركاء الدوليين بمنطقة جيهي بإقليم شبيلي. وأعربت السلطات الصومالية عن امتنانها للسكان المحليين والشركاء الدوليين الذين ساهموا في هذه العملية الناجحة للقضاء على الإرهابيين. تسببت العواصف والأعاصير في انقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف من الأمريكيين في 6 ولايات، بالإضافة إلى التسبب في حدوث دمار شديد بالعديد من المناطق. وحذر خبراء الطقس من مخاطر استمرار تساقط الجليد في العديد من ولايات الساحل الشرقي، مشيرين إلى احتمال امتداد العواصف نحو الغرب الأوسط الأمريكي. وذكر الموقع الأمريكي لرصد حالات انقطاع الكهرباء أن التيار الكهربائي انقطع عن حوالي 10,000 شخص في مناطق عديدة بولاية لويزيانا، مضيفا أنه تم أيضا رصد حالات انقطاع للكهرباء في عدة ولايات أخرى، وأن حوالي 60,000 شخص في ولايات أخرى يعانون من انقطاع للكهرباء. انطلق أحد صواريخ شركة سبيس إكس من ولاية كاليفورنيا الأمريكية حاملا قمرا صناعيا أمريكيا فرنسيا مصمما لإجراء أول مسح عالمي للمسطحات المائية في كوكب الأرض، وهي مهمة من المتوقع أن تسلط ضوءا جديدا على آلية تغير المناخ وعواقبه. والقمر الصناعي مزود برادار موجات دقيقة بتقنية متقدمة لجمع قياسات عالية الجودة للمحيطات والبحيرات والخزانات المائية والأنهار في نحو 90% من الكرة الأرضية. أعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تقريرا من وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني حول الفعاليات الثقافية التي تم تنفيذها بمحافظات المنوفية والمنيا وبني سويف، وذلك خلال الفترة من 12 وحتى 24 من نوفمبر الجاري، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وأكد رئيس مجلس الوزراء أن مجالات الثقافة والفنون هي إحدى أدوات قوة مصر الناعمة، مؤكدا ضرورة وأهمية تكثيف الأنشطة الفكرية والمعرفية والثقافية ضمن مبادرات حياة كريمة لتطوير الريف. نظمت مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع كلية التربية بجامعة الوادي الجديد ندوة توعوية تثقيفية لتعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وأشاد عميد كلية التربية بجامعة الوادي الجديد ماهر زنقور بالجهود المبذولة من قبل المبادرة الرئاسية حياة كريمة وما تشهده مصر من نهضة شاملة.
أعلنت مؤسسة حياة كريمة انتهاء إنجاز مجمع الخدمات بقرية بخانس في مركز أبو تشت بمحافظة قنا. هذا وأعلنت المؤسسة أيضا بدء تقديم مكتب التموين بالقرية خدمات للجمهور، وذلك لحين اكتمال باقي المكاتب الخاصة بالمجمع والتي من بينها الشهر العقاري والبريد والمركز التكنولوجي. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قيام الحكومة بإصدار قرار برفع أسعار تذاكر حافلات هيئة النقل العام والنقل الجماعي، وشدد المركز الإعلامي على أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة وفسخ تعاقد أي شركة نقل جماعي تخالف تعريفة الركوب المحددة. أطلق رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين والسفير الصيني بالقاهرة شعلة التشغيل التجريبي لخط الإنتاج الجديد للألياف الزجاجية فايبر جلاس بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي 200,000 طن سنويا بمصنع شركة جروش مصر بالسخنة. وخلال فعاليات مراسم التشغيل التجريبي أكد جمال الدين حرص الهيئة الدائم على تقديم مختلف أوجه الدعم لشركاء النجاح من أصحاب الأعمال والمطورين الصناعيين والمشغلين، مشيرا إلى تطلعه لزيارة الصين لاستكشاف آفاق جديدة للشراكة بين الجانبين. أعلن النادي الأهلي تلقيه خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم يفيد بمشاركته في النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية بالمغرب بصفته وصيفا لبطولة دوري أبطال أفريقيا رفقة الوداد الرياضي المغربي بصفته بطل الدوري المغربي. وكان الفيفا قد أعلن أن المغرب سيستضيف النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية خلال شهر فبراير المقبل. وعن أحوال الطقس، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة في أول الليل بارد في آخره على أغلب الأنحاء، وفيما يلي بيان بدرجة الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية وعدد من المحافظات والمدن العالمية والعربية.
وبأخبار الطقس وصلنا إلى نهاية نشرة التاسعة، وتبقى التذكير بالعناوين. على هامش القمة الأمريكية الإفريقية بواشنطن، الرئيس السيسي يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي ورئيس البنك الدولي. الرئيس السيسي يشكر الجالية المصرية بالولايات المتحدة ويؤكد أن مصر تعمل لدعم أبنائها في الداخل والخارج. تونس تنتخب غدا برلمانها وتقترب من آخر خطواتها في مسار خارطة الطريق. انتهت نشرة التاسعة، ولكن التاسعة مستمرة مع حضراتكم ومع هدير أبو زيد. أهلا بك يا هدير. أهلا بك يا صحر، مساء الخير عليك ومساء الخير يا أميرة، ويعني شكرا لكل صناع نشرة التاسعة. شكرا لك هدير. استنزلكم نبدأ برنامج التاسعة.